الحملة التوعية اللي عم تقوم فيها منظمة بنفسج، أحد أنشطة هاي الحملة هو مركبة الكورونا. المركبة جوالي بمدينة إدلب، فيها مزياع مزود بمزياع، المزياع بكرر إجراءات الوقاية اللي لازم نحن نتخذها مشان ما نصاب بالمرض ونحد من انتشاره. أهلنا أنه يلتزموا البيوت، إذا ما عندهم أي شيء ينزلوا منشانه، شيء مهم ينزلوا منشانه، فما ينزلوا حتى ما نساهم بانتشار المرض لا سمح الله، ونحمي مجتمعنا وأهلنا.